خبر جميل جدا 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 للزملكاويه، طبعا وتاكيدا للي احنا كنا بنقول في بدايه الحلقه. اقعد بقى اقول فيريرا اعتزل، زيزو زيزو في مشي، الريان القطري، زيزو مشي خلاص. زيزو قدامه عرض بقى. يعني اولا انا بشكر زيزو جدا جدا جدا، نجم. خلي بالكو برضو النجم يا كابتن جمال، كابتن مصطفى بيبقى نجم في كل حاجه، طبعا نجم في مشكورة، بس اخلاقه مشكورة بس. ونجم في سلوكياته ونجم في كل حاجه. بشكر والد كابتن زيزو جدا، لانه واضح ان هو برضو من الشخصيات المحترمه جدا جدا جدا. ادي الصوره الجميله، اللي الصوره المفرحه لجماهير نادي الزمالك، المفرحه لعشاق الفانيلا البيضاء. زيزو 3 مواسم جوه نادي الزمالك رغم انف الحاقدين ومروجي وكم الشائعات. سنة زيزو؟ مواليد 96، زيزو على فكره مواليد يناير 96. نتمنى يا رب زيزو كل 16 سنة، التوفيق، كل 16 سنة. التوفيق. وزيزو من الشخصيات الجميله كابتن مصطفى. لا لعيب، ولسه لعيب. كنت بقول انا تصريحاته سبحان الله قبل ما المستشار يطلع يزف علينا الخبر الجميل والسعيد بتجديد زيزو 3 مواسم، وان شاء الله عمر كمال عبد الواحد في الطريق طبقا لوعد مع مسؤولي نادي فيوتشر. اعتقادي الشخصي كابتن جمال ابلغ رد على الخايفين. يعني انا قلت في بدايه الحلقه ثقوا في ربنا سبحانه وتعالى وفي مجلس اداره نادي الزمالك وفي المستشار مرتضى وفي امير مرتضى وفي احمد مرتضى وفينا، ما تقلقوش احنا بنعمل لمصلحه نادي الزمالك ومركزين وعارفين وايه اللي محتاجينه. ولا انا غلطان يا كابتن جمال؟ لا لا طبعا مش غلطان، واحنا ابتدينا الحلقه بكده ان كل الزملكاويه ما يسمعوش ويستنوا ما نقول الصفقه اللي مضت، الصفقه اللي حصلت. كل اللي بيطلع اشاعات وكل اللي بيتفبرك في الاخبار تسمعوش. هو المتحدث الرسمي احمد مرتضى منصور هيطلع يقول كذا، المستشار مرتضى صرح بيها، يبقى خلاص مضى كده، لان خلاص خالد مضى الشيك، يبقى كده خلاص. انما اي بقى حاجه تزعلكم ما تزعلوش، خليكوا استنوا لغايه ما تشوفوا الاخبار كلها. لا، وكل حاجه بترتيب يا كابتن جمال، بهدوء. يعني احنا ماشيين بهدوء جدا، زي والله الزهر نسيف زهر ده بيقول حاجات. احنا باصين في ورقتنا، احنا عايزين ايه السنه دي، ومتطلبات فيريرا ايه السنه دي، احنا بنحققها له بس، وماشيين بالترتيب. اهدوا بقى، ما مش واحد جاب جول عايزينه، لا احنا مش عايزين اللي جاب جول، احنا عايزين اللي طول الموسم شغال كويس. طبعا ده اعلى نسب الموسم. عايز تقول حاجه يا كابتن؟ لا عايز اقول صحيح. عايز اقول الاختيارات دي مش اي حد بيفهم فيها، يعني اصحاب المهنه، اصحاب المهنه بجد، مش كل واحد لعب كوره يفهم في ده. طح. مش كل واحد اشتغل في التدريب يفهم في ده. ليه الفوارق في المدربين؟ اللي زي ما بقول جمال، العينين هي دي الاساس. تعرف تختار، تعرف امكانيات، تعرف توظف امكانيات، تعرف تطور، كل ده في المدير الفني لما يختار لعيب. بس وبعدين احنا بيكون عندنا مركز فيه 3 لعيبه وفي لعيب فز جدا في حته تانية، طب ما احنا عندنا 3، احنا مش محتاجينه، احنا عندنا 3 ومقدمين احتياجاتك واخدين دوري وكاس. ايوه، انما لا يقول لك لا اصل لعيب فز ايه، ما انا عندي 3 فازين وهم اللي جابوا لي الدوري وجابوا لي الكاس وخلوني مبسوط وكده. اجيب واحد زي، انا اجيب في المركز الفاضي واحد او اثنين عشان ده المركز الافضل الفاضي. الافضل انك تطلع حد من ولادك يبقى ليه مستقبل ويقعد. ايوه، بس ما انا بقول لك، ما هو برضه انت زي ما انت حضرتك قلت يا كابتن مصطفى، ان الخمسه اللي طلعوا الولاد الصغيرين دولت اكبر مكسب لنادي الزمالك. ودلوقتي احنا لازم نقول حاجه مهمه جدا، ان حسام عبد المجيد وسيد نيمار بيفكر فيهم في منتخب مصر الاول مش الاولمبي. فدي مكسب كبير قوي، ان انت منتخب مصر الاول. قلت لك ده هيلعب منتخب مصر. ايوه، منتخب مصر الاول، فدي جميله برضو. يعني انا عايز اقول بقى شويه من الرسائل الجميله اللي جات لنا. الدكتور وليد يعني طبعا زملكاوي كبير جدا، الف مبروك تعاقد مع زيزو، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للمستشار مرتضى منصور، تحياتي للمجلس اللي دايما بيخلينا ننام مبسوطين. ده الدكتور وليد وهو من عشاق الزمالك ومن الاصدقاء محببين. استاذ هاني عيد قال لك كل الشكر والتقدير للمستشار مرتضى منصور، تجديد زيزو احلى خبر لكل زملكاوي عاشق للكيان. شكرا لمرتضى منصور صانع البهجه لعشاق الفانيلا البيضاء. الاستاذه صافي اديب، المستشار مرتضى منصور ربنا يسعدك وانت وامير واحمد زي ما اسعدت ملايين الزملكاويه، تجديد لزيزو 3 سنين احنا واثقين فيكم. صافي الديب ورجوعك عمر كمال عبد الواحد. استاذ علي عفيفي
فرحان فرحان والله عشان زيزو جدد. استاذ احمد عثمان ايضا تحياتي لاداره الزمالك والمستشار مرتضى منصور على الاخبار سر المهندس احمد عثمان. يعني ده يعني الاستاذ خالد الاوزي برضو اسد الزمالك سياده المستشار مرتضى منصور. الاستاذ محمد النجار برضو فرحان فرحه كبيره. يعني كل الناس ما شاء الله بتشكر شكر كبير جدا للمستشار مرتضى وامير مرتضى والاستاذ هاني السويسي الاستاذ حسن امين الزملكاوي في باسوس. يعني برضو بيشكر اللي حصل في فتره غياب الاسد من فشل في التجديدات لا يمكنه يحصل في وجود الاسد مرتضى منصور. الاستاذ عبد الحليم ايضا الاستاذ صبح عبد السلام اكبر اجمل مرتضى ولا ايه يعني عاصفه زملكاويه كل حاجه. الاستاذه تاني الشربين مبروك يا كابتن خالد المستشار مرتضى منصور ولكل مجلس الاداره. يعني الاستاذه سماح كل يعني كل عشاق الزمالك والفانيلا البيضاء حاج جمال عبدين من غارب وشكرا للاسد على المجهود الكبير هو وابنائه احمد وامير. يعني كله يعني ما شاء الله. والاستاذ خالد حسن شكرا مرتضى منصور شكرا امير مرتضى منصور شكرا احمد مرتضى منصور الف مليون مبروك لكل الزملكاويه.